كرم، شجاعة، انتماء، صفات تلخص مشوار هذه المدينة السمراء أو كما أطلق عليها عبر التاريخ أطيب المدن وأقدمها. فمن هنا، من هذه الأرض الطيبة، من عاصمة الشباب الإفريقي، من محافظة أسوان، بلد السحر والجمال، والتي تسطر خلال هذه الأيام تاريخا وعرسا جديدا يضاف إلى تاريخها الزاخر والخالد لما تمتلكه أسوان من مقومات طبيعية وسياحية. فجامعة أسوان تحتضن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والتكنولوجية وغيرها. حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات وممثلين من 22 جامعة إفريقية و23 جامعة مصرية. أسبوع شباب الجامعات يعد منافسة قومية يلتقي فيها المتميزون من الشباب في مختلف الأنشطة كما ذكرت، العلمية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة. جاءت فكرة إنشاء أسبوع للشباب العربي الإفريقي انطلاقا من كون الشباب هو قائد قطرة التنمية في أي بلد من بلدان العالم، ولأن الشباب هم عصب الأمة وعماد نهضتها ومنبع عزها وكرامتها، وهم قادة الأمم وثروتها الحقيقية. وبالفعل ما نراه في هذا الأسبوع على أرض محافظة أسوان ما هو إلا صورة تجسد وتدل على أن الشباب ليسوا فقط هم قادة الغد، ولكن بالفعل أصبحوا شركاء في الواقع الذي نعيشه. محافظة أسوان وجامعة أسوان تدينت وتعطرت واستطاعت بالفعل أن تجمع على أرضها بين 22 جامعة مصرية علاوة على 23 جامعة إفريقية. من محافظة أسوان عادل لملوم لقناة الجامعة.